اهدى علينا يابا، احنا جايين هنا على حق. لو ليكوا حق هتاخدوه، مالكوش حق هتتضربوا بالجزم. جزم؟ ايه ده، هو شايل انبوبه؟ لا ده عامل درع. ولا درع الدوري. يلا يلا، هو ده يا عم؟ ايوه هو ده، بس ما كانش لابس كده. تعالى هيتقطروا على الواد. تعالى لي يا هموت بين الصلاه. اي عاوز اعرف صلى على النبي بين الصلاة والنادى. أنا عندي محاضرة جنائي وبصور لي الفيلم ده. براعة إن شاء الله. مية مية يا حبيبي. عادل يابا؟ مش ده اخو سعد حديدة؟ اه هو. كبر الولد. يلا ليه؟